السلام عليكم، نرحب بكم في مادة الديجيتال كنترول سيستمز. اليوم حنبدأ معكم المحاضرة الأولى في الكتاب، بس قبل ما نبدأ في الكتاب حنعطيكم فكرة عامة على إيش بنعني بالكنترول سيستم. الآن احنا في السابق كان عندنا التالي، إن الكونتينيوس تايم سيستم إيش عندنا؟ عندنا كنترولر وعندنا بلانت. الآن كل السيجنالز الموجودة عندنا سواء الـ RFT، الـ UFT، الـ YFT، هدول كل هيتهم السيجنالز عبارة عن continuous signals. الكنترولر هنا عبارة عن analog controller، والبلانت هو في عالم الـ continuous. الآن الكنترولر تبعنا اللي في عالم الانالوج هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن hardware، يعني احنا بنيجي بعبارة عن capacitors, inductors, operation amplifiers، هذه اللي بنتكلم عنهم في هذا المجال. الآن لما احنا بنروح لعالم الديجيتال او بنسميه discrete time system، البلانت عندي هنا هيو continuous اللي عندي، الإشارة الواي هذه عبارة عن continuous، اليو هنا عبارة عن continuous، هذا الجزء الموجود هذا كله هي عبارة عن ديسكريت أو بنسميه عالم ديجيتال كنترولر. هاي الريفرنس سيجنال اللي عندي الـ RFT، الآن هذه والريفرنس سيجنال والأوتبوت هدول بلزمهم أنالوج تو ديجيتال كونفرتر ليحولهم عندي هان لديسكريت سيجنال، بصير عندي هنا RFK وهنا Y of K اللي عندي. الآن الكنترولر تبعي هان موجود هو عبارة عن ديجيتال كنترولر أو ديسكريت كنترولر، وممكن يكون على شكل حاجتين، يا إما في الفريكوانسي دومين عبارة عن ترانسفر فانكشن في الزي دومين، أو عبارة عن ديفرنس إكويجن اللي هي المرادف للديفرنشال أو المناظر للديفرنشال إكويجن في عالم الديسكريت. الآن عندي هنا الإشارة اللي بتطلع عندي ديجيتال بدي أحولها لإيش؟ لأنالوج هنا، فبستخدم ديجيتال تو أنالوج كونفرتر. يعني هنا عنده انترفيس هنا وانترفيس هنا وانترفيس هنا، هدول مربوطين طبعا بكلاك كلهيتهم على أساس يشتغلوا بنفس يعني خليني أقول بنفس النفس اللي يشتغلوا فيه في نفس التايمينج، يبقوا سينكرونايز ككل. كويس هيك؟ الآن ايش الادفانتجز وايش الديس ادفانتجز للديجيتال؟ الادفانتجز انه امبروف سنسيتيفيتي، يعني الديجيتال بحسن السنسيتيفيتي، بدل ما استخدم هاردوير لاعمل كنترول بستخدم سوفت وير. الكنترول الجوريثم ايزلي موديفايد، يعني في الهاردوير كنت اشيل قطع وبدل، هذا كل ما عليه ادجست الايش البارامترز اللي عندي. Many system inherently digital، يعني في بعض السيستم هذا هنشوفهم لاحقا هم بطبيعتهم digital. Use the power of computer processor، وزي ما بنعرف احنا الكمبيوتر قوته صارت كبيرة جدا، فاحنا بنستخدمها في هذا المجال. ايش ال disadvantage؟ Develop complex mathematical algorithm، يعني صار عندي الماثماتيكس تبعي معقد شوية. Lose information during conversion، لما احول من اي حاجة لاي شيء تاني حيضيع عندي بعض المعلومات، وزي ما حكينا هنا بلزمنا انترفيسنج عشان يعملنا ديجيتال تو انالوج او انالوج تو ديجيتال في هذا المجال. طيب نروح للي بعده. الآن من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في هذا الجزئية السامبلر عبارة عن ايش؟ الانالوج تو ديجيتال، هي حاجتين اللي بنشغل فيها. تشتغل انت على انه بتعمل سامبلينج، يعني بقطع الإشارة عندي لجزئيات كل كذا يعني كل سامبلينج سكند، يعني هذه كل انترفال معين من الوقت باجي باخذ قياس لهذا السيجنال، وبعد هيك السيجنال هاي بتصير عباره لها قيمه. القيمه هذه لسات القيمه تبعتها يعني في ادات تايب هي قيمه ديسكريت. الان عندي هذه القيمه بدي احولها لايش؟ لديجيتال لكود، فهذه بعملها عمليه كوانتايزيشن، يعني اذا الكود مثلا عندي 3 بيتس، 3 بيتس عندي 8 خانات، فبقسم الانترفال اللي عندي هذا على 8 خانات وبشوف هذا وين بتقع في هذا المجال. الآن
الجزء الثاني اللي هي عمليه الدي تو اي من ديجيتال تو انالوج، انا الاشاره كانت مقطعه عندي يعني زي الامبولسز جايه، هذه الاشاره بدي اعملها كونتينوس يعني بدي اوصلها مع بعض تصير مستمره. فهذه اذا بدي استخدمها في عندي عده تكنيكس، واسهل تكنيكس عندنا بنسميه الزيرو اوردر هولد. الزيرو اوردر هولد يعني انا القيمه اللي عندي بخليها كونستنت لحديت السامبلينج تايم القادم، يعني بصير عندي شكلها زي درج معين في هذا. الان هذا مش هو السامبلر يعني خلينا نقول اللي بنعمل ريكونستراكشن باستخدامه، في عند الفيرست اوردر هولد. الفيرست اوردر هولد بياخذ سلوب، اللي عندي في سكند اوردر بياخذ لي شكل كيرف، ثيرد اوردر وفورث اوردر وهكذا لما نوصل للانت اوردر هولد. بس ابسطهم اللي هي الزيرو اوردر هولد اللي هي المعادله تبعته على هذا الشكل، وهذا بيساوي 1 ماينس اي تو ذا ماينس اس تي، والاي تو ذا ماينس اس تي هذه عباره عن الزي تو ذا ماينس 1 على اس الموجود عندي. طيب هاي زي ما حكينا هاي شكل الاشاره في عالم الكونتينوس، هاي لما يصير لها ريكونستراكتد الموجود عندي. فشايفين الشكل بين التنتين بيختلف، هذا سموث هذا شكلها زي الدرج. طيب الان زي ما حكينا عندنا احيانا بنتكلم على اللي بهمنا حاجتين، بهمني كيف انا احول من ديجيتال لديسكريت. السيجنال عاده ممكن تكون عندي عباره عن سيكونس، الديسكريت هي عباره عن سيكونس، والسيكونس هذا بدي احوله لعالم الايش يعني اسوي له ريبريزنتيشن باستخدام الزي ترانسفورم. فانا كل قيمه بتصير لها ديلي، يعني انا باخذ الاشاره هاي الكورنت، الاشاره اللي بعدها بتيجي بعد 1 سامبلينج تايم، اللي بعدها 2 سامبلينج، 3 سامبلينج وهكذا. الان الريليشن اللي بتحدد العلاقه بين هذه معادله التحويل ل وان سايدد زي دومين وان سايدد زي سيجنال في الزي دومين راحت من كي بتساوي 0 لانفينيتي، في التو سايدد بروح من كي بتساوي ماينس 0 ماينس انفينيتي تو انفينيتي، هذا الفرق بين التنتين. وهي السيكونس اللي عندي، وكل واحده عندي بصير له ديلي بايش 1 يونت ديلي 2 يونت ديلي. الان العلاقه اللي بنستخدمها بنستخدم التالي الريليشن بين الاس، الزي بتساوي اي تو ذا اس تي، وهذا بنسميها الاكزاكت ابروكسيميشن. الان هاي على شكل عام، هاي بعض الفانكشنز المشهوره اللي عندي في التايم دومين، في اللابلاس دومين وبالزي دومين، هذه بتشوفوها موجوده بس هذا بنعطيكم اياها على اساس نعطيكم فكره. الان بالنسبه للاستابيليتي في الكونتينوس، كنا نقول السيستم از كونتينوس او الروت از كونتينوس او البول از كونتينوس لو هو موجود في الايش في الليفت هاف بلين، يعني في الشقه الشمال من البلين الموجود عندي. الان في عالم الديجيتال او الديسكريت بنقول البول اللي عندي از ستيبل او الريجن اوف ستابيليتي عندي هي انسايد اليونت سيركل، يعني هنا داخل اليونت سيركل اي بول موجود فهو ستيبل، برا اليونت سيركل از نوت ستيبل. طيب الان في الديجيتال اللي عندي لما باجي بتطلع عليهم ايش السامبل داتا اللي بتطلع عليه حاليا، هاي الاشاره الكونتينوس وهاي الاشاره الكونتينوس سيجنالز. هاي عند الكنترولر هنا عباره عن ديسكريت، هاي الزيرو اوردر هولد، وهذا اللي عندي البلان تبعي اللي موجود في هذا الزمان. طب انا لما بدي اشتغل على هذا السيستم واحوله ل يعني اشوف الاستابيليتي تبعته او احوله، بقول بدي احوله لعالم الزي دومين، فبتصير عندي واي اف زي على ار اف زي بدي يساوي، هذا بنسميه الفيد فورورد، على هذا بنسميها الكاركترستيك ايكويجن للسيستم. طب الكاركترستيك ايكويجن الموجوده هذه اللي هي موجوده في النوموريتر تبعت الفانكشن الموجوده عندي هاد اللي هي 1 بلس كي جي زي في دي اوف زي، وهذا بقول عنها بدي اياهن
النومريتر هنا بيساوي زيرو، وبطلع على الروتس تبعاتها، لو الروتس كلهيتها انسايد يونت سيركل بقول السيستم عندي ايش استيبل. الان في الروت لوكس انا بغير في الكي هذه بحيث تعطيني يعني تعطيني روتس في منطقة الستيبل ريجن، وهذا اللي بنعملها الموجود عندي هان. لو كان عندي بولز موجودة هان وهي الزيروز، فأنا بغير بحيث إنه أحرك البولز تبعت السيستم، هذه الأوريجينال النقاط الأصلية، هذه بسميها في الأوبن لوب. لما نعمل كلوز لوب بغير في قيمة الكي، فأنا بحاول أجيبها انسايد اليونت سيركل، وفي نفس الوقت تلبي السبيسيفيكيشن الموجودة عندي. الان بعض الفانكشن اللي بتهمني سي تو دي، هذه بتعمل لي كونفرجن من كونتينوس ديسكريت، او دي تو سي بتعمل لي من ديسكريت لكونتينوس اللي عندي. زي جريد هذه بتعمل لي الشكل اللي انتم شفتوه قبل شويه، الدي ستيب بتعطيني الستيب ريسبونس للسيستم، الستيرز بتعطيني اللي بتوصل لي الدي ستيبس النقاط اللي عندي على شكل استير في الرسمة تبعتي. الآن هاي عندي الروت لوكس، أنا عملت السيستم اللي عندي، هاي الستيب ريسبونس للأوريجينال سيستم الهان، هنا ود انتجرال كنترول. الآن نيجي نطلع عليها، أنا الديزاين اللي عندي الثاني، هاي الروت لوكس، هاي عندي الستيب ريسبونس للكمبنسيتد سيستم، هاي الستير ريسبونس of disturbance الموجود عندي. هذا بس شكل عام عندي. هيك بنبقى أقل إشي تعرفتوا على بعض الخصائص وبعض المعلومات العامة اللي بتفيدكم لتعرفوا إيش السيستم اللي عندي ككل كيف بيطلع في هذا المجال. الآن بعدها بنروح نتكلم على الكونسبت للديجيتال كنترول سيستم إن شاء الله.